احنا ما ناخذ الشجره لكن ناخذ الزوائد، لان عمر الشجره شجره الجوافه محدد عمرها ما بين 20 ل 10 سنوات، وبعد هيك في اجزاء من الشجره لازم تم ازالتها، واحنا نحن نستفيد من الزائد ونبدا بنحول هي القطع لمنحوتات ذات قيمه عاليه، ذات قيمه فنيه مهمه جدا. كنز انا يعني الشخصي اعمالي اعتبرها يعني جزء مهم من في حياتي، اني انا قدرت ان انفذ وانجز هاي الاعمال مش بالساهل، اخذت معي سنوات وطبعا ما افرط فيها.